السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا بكم من جديد في قناة فسر حلمك مع نسمة خاطر. النهاردة إن شاء الله الفيديو ده خاص بالبنت العزباء، هقول فيه 7 رؤى أو 7 أحلام بيكونوا بشارة من الله عز وجل ودليل على الخطوبة القريبة جدا جدا ليها بإذن الله تبارك وتعالى. لو الفيديو أفادكم فضلا وليس أمرا ادعموني بلايك كتير وشير عشان الفيديو يوصل لكل الناس، وفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد أول بأول. وكمان اللي عندها اي رؤيه عايزه تفسرها اشتركي في القناه واكتبي الرؤيه اللي انت عايزاها وانا هرد عليكي على طول. يلا بينا نقول الرؤى او الاحلام عشان ما اطولش عليكم. اول رؤيه معايا يا بنات هي رؤيه زياره الكعبه. لما البنت العزباء تشوف ان هي بتزور الكعبه كده واقفه كده مبسوطه كده بتحج او بتعمل عمره، فاكره ان هي بتزور بيت الله الحرام وواقفه قدام الكعبه كده شايفاها مبسوطه بيها كده، الرؤيه دي باذن الله دليل من الله عز وجل على الخطوبه القريبه جدا، وان شاء الله الخطوبه دي هتبقى فيها استقرار وفيها راحة نفسية وهيكون الشخص ده صالح بإذن الله تبارك وتعالى. تاني رؤية معايا يا بنات هي رؤية بيع الموز. لما البنت العزباء تشوف ان هي واقفة بتبيع الموز في المنام، ده دليل كبير وعلامة واضحة من الله عز وجل على الخطوبة القريبة جدا ليها. تالت رؤية معايا هي رؤية لبس الحذاء الجديد. لما البنت العزباء تشوف ان هي لابسة حذاء جديد في المنام على مقاسها وشكله حلو كده ومبسوطة بيه في المنام، برضو ده دليل من الله عز وجل على الخطوبة القريبة جدا ليها بإذن الله تبارك وتعالى. رابع رؤية معايا هي رؤية تغيير المسكن. لما البنت العزباء تشوف ان هي راحت مسكن جديد، مش المسكن اللي هي ساكنة فيه مثلا مع اهلها، مسكن جديد كده وفي عفش جديد ومبسوطة كده بالمسكن الجديد ده، ده ان شاء الله علامة من الله عز وجل على تغيير حياتها من حال الى حال. هتروح مسكن جديد، هيبقى فيه خطوبة وهيبقى فيه زواج بإذن الله تبارك وتعالى. خامس رؤية معايا هي رؤية التمر. رؤية التمر يا بنات جميلة جدا للبنت العزباء، بتدل على الخطوبة القريبة وكمان بتدل على الخطوبة من شخص صالح، وهيكون الشخص ده هيكون مريح وهيكون العلاقه معاه مريحه، ما فيهاش اي مشاكل وما فيهاش اي حاجه وحشه، هيبقى فيه استقرار في الحياه واستقرار نفسي كبير جدا. سادس رؤيه معايا هي رؤيه لبس الدبله. لما البنت العزباء تشوف ان هي لابسه دبله في المنام، باذن الله دليل من الله عز وجل على الخطوبه القريبه جدا جدا ليها باذن الله تبارك وتعالى. اخر رؤيه معايا هي رؤيه ان البنت العزباء لما تشوف نفسها ان هي واقفه بتسقي ارض زراعيه، واقفه كده في وسط كده ارض كده كلها خير وكلها زرع وكلها رزق من عند ربنا وفيها خير كتير، واقفه بتزقيها كده وفرحانه بيها وشايفه الخير قد ايه حواليها في الارض الزراعيه دي، باذن الله بيكون الرؤيه دي بتكون دليل من الله عز وجل على الخطوبه القريبه وكمان الرزق الواسع ان هي باذن الله ربنا هيرزقها وهيغنيها وهتعيش في ثراء مع الشخص اللي هو هيتقدم لها ده. يا رب يكون الفيديو افادكم، بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.